أمثلة على الشرك الأصغر، نسأل العافية والسلام. الحلف بغير الله يحلف بحياته، بحياة أبي، بحياة أمي، بالتربة، يحلف بالأمانة، بالنبي عليه الصلاة والسلام، يحلف بالمال، بالطعام، أيضا يعمل العمل حتى يمدح من الناس، يعني يصلي حتى يقال عنه مصلي وإمام. قلنا أيضا إذا علق هذه الأشياء على البيوت، إذا يعتقد أنها سبب وهي ليست سبب، يعني عين والكف والخرق السوداء، هذا من الشرك الأصغر. نعم، يقول الأصل أن العبد يقول ما شاء الله وحده. أو يقول ما شاء الله ثم شئت. يقول كدنا أن نموت في السيارة في حادث لولا الله وحده. أو يقول لولا الله ثم السائق. ثم الساق، يعني الساق سبب، لكن لو قال لولا الله وعطف مع فلان هذا شرك، لأنه من ينقذنا؟ نعم، هذا كل شرك في الألفاظ. يقول وفلان، الواو هي مشكلة. الواو ناوي